إيه بخصوص إذا كانت الحرمة مثلا عليها يعني كم من رمضان قبل وهذا، وهي يعني مثلا أنا أقول لك يعني تقدر تصوم أو ما تقدر تصوم، يعني بس يعني نقولها صومي وهذا، وهي تعبانة تقول أنا ما أقدر أصوم، يعني لأن كان قبل عندها بخصوص الأولاد ما أولاد، يعني من هالأمور يعني كان عليها كم رمضان يعني قبل، فهل هي يعني يجوز لها أن واحد يطلع عنها يعني شيء ولا لازم الصوم الأيام؟ أبو محمد، هي ليست مريضة، قادرة على الصيام لكن تتكاسل. والله إيش أقول لك، يعني من هالكلام لا يجب أنها تصوم، ما يجوز، لا يسقط عنها إلا إذا كانت مريضة. وأنا أقول يعني لو أنكم يعني قلت لها خلاص أنا هذا الأسبوع بأريحك، الغداء نجيبه من برا والعشاء نجيبه من برا وكذا، وأنا يعني أحاول أمسك العيال وقت صيامك بحيث أنك تتعاون أنت وإياها انها تصوم، لكن يجب عليها ان تقضي لان هذا في ذمتها دين. يعني ما لها يعني لازم تصوم؟ لا لابد ما دام انها قادره يجب عليها الصوم والقضاء.